السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحصة ديال اليوم إن شاء الله غتكون يعني حول الدالة العكسية، يعني سؤال ديال الدالة العكسية، لأن كاينة في إطار مرجعي ديال هاد السنة اللي هي امتحان 2020. الدالة العكسية ماشي شي حاجة كبيرة، فقط نستنتجها من الأسئلة السابقة. دونك على بركة الله نشوفوا شنو هي الأسئلة اللي ممكن يعطيونا حول الدالة العكسية. إذا قبل ما نبدأ نشوف بعض المصطلحات ممكن تلقاوهم، بعض المصطلحات اللي غتلقاو في السؤال ديال الدالة العكسية. أي تلقاو كلمات قصور، كلمات قصور، ثم تلقاو معرفة على مجال جي يتم تحديده. هذا دخلتهم فقط يعني كأسئلة اللي تلامذ يعني كيدخلوا فيهم يعني صورة يعني المجال ثم كلمة قصور. إذا كلمة قصور ماذا تعني؟ يعني أننا ملي غنجي نحدد الدالة العكسية وهناك شرطين أساسيين. شنو هما؟ الشرط الأساسي الأول هو أن الإف خاص تكون دالة متصلة. الشرط الثاني خاص تكون دالة رتيبة قطعا. ما معنى رتيبة قطعا؟ خاص تكون إما تزايد قطعا أو تناقص قطعا. الو باش تكون رتيبة قطعا وحنا في جدول التغيرات مثلا فيها تناقصية تزايدية، اذا بما انها دالة غير التغيرات اذا ما يمكنش ياخذوها كلها كسؤال بصفة عامة في الدالة العكسية. اذا ياخذوا واحد المجال صغير اللي غتكون فيها الدالة اما تزايدية قطعا او تناقصية قطعا. اذا ملي غنلقاو كلمة قصور يعني اننا سنقتصر لدراسة هذه الدالة على واحد الحي صغير من مجموعة التعريفية، أن هذاك المجال اللي هو إي راه إنكلو دون لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون إف، أنها هذاك المجال اللي غيعطيونا راه هو جزء صغير من مجموعة التعريف ديال الدالة. مثلا الدالة التالية أن الدالة مثلا جي قصور، دالة جي قصور دالة إف، جي قصور دالة إف أو أش قصور دالة إف على المجال اي. اش يعني؟ ان ماشي سؤال، هذا معطيات. ما معنى كلمه جي قصور الداله اف؟ يعني ان هذه الداله راه هي نفسها اف، غير هي هذه الداله هذه معرفه على واحد المجال صغير اللي هو ضمن مجموعه التعريف. يعني باش ناولها الى كتابه، هذه الجمله الى كتابه، غنقول بان هذه الداله اللي هي الداله جي راه هي نفسها الدالة شنو؟ راه نفسها الدالة جي، غير أن الفرق الوحيد أن هذه راه بوغ إكس أبارتان ديال إف، أنها معرفة على مجموعة التعريفية، وهذه معرفة على واحد المجال اللي هو بوغ إكس أبارتان إي. ولكن أشنو هو العلاقة بين هذه الدالة إي أو المجال إي والدالة الدالة إف؟ ان هذا المجال اللي حنا خدامين فيه راه هو ضمن مجموعه تاع الداله اف. هذه قصور، يعني ان الداله اف راه الداله جي راه الزون ميم اكسبريسيون، عندهم نفس التعبير، التعبير الداله اف راه هو تعبير الداله جي، غير ان هذه الداله جي معرفه على واحد جزء صغير ضمن مجموعات التعريف. هذا هو كلمه قصور. ثم يتم يقول لك بي انها تقبل داله عكسيه، يتم معرف على مجال جي يتم تحديده. هذا يتم، هذا المجال اللي غناخذ دابا هنا، يعني هذا المجال غندخل فيها صورة مجال. هنا ما ننساش صورة مجال هي اللي غنستغلو في تحديد هذا المجال جي، صورة مجال. وملي غنحددو صورة مجال، أهم عنصر شنو هو؟ أهم عنصر هنا هو الرتابة، هو رتابة الدالة اف. ملي غنبغي صورة مجال، أول عنصر رد البال هي الرتابة، واش هي تزايدية ولا تناقصية. إذا كانت تزايدية، إذا هذاك لوغدر، هذاك الترتيب غيبقى واو، ما لا تغير الترتيب. إذا كانت تناقصية، إذا الصورة غتغير الترتيب. إذا كان مثلا أ أصغر من بي، غتولي اف دو ا اكبر اف دو بي. اذا ردوا بال الرتابه اشنا هي. ثم نردوا بال العنصر الثاني، شنو هو العنصر الثاني؟ هو حاله المجال. ما معنى حاله المجال؟ واش هذا المجال مغلوق او نصف مغلوق او مفتوح؟
حالة المجال إما غادي يكون المجال غادي يكون كله مفتوح، هنا نبدا نحسبوا النهايات، أو غادي يكون المجال نصف مفتوح والجهة أخرى مغلوق، أو غادي يكون المجال كذلك شنو، أو هنا نسمح أو غادي يكون المجال يعني كله مغلوق، أو الحالة الأخيرة غادي يكون المجال كله مغلوق. إذا الصورة هنا غادي نحسبوا النهايات، الصورة هنا غادي نحسبوا نهاية وصورة، الصورة هنا غادي نحسبوا صور. إذا بصفة عامة صورة مجال هي خصني ندير شنو، النهايات إذا كان المجال مفتوح، والصور إذا كان مجال مغلوق. إذا ندخل دابا إلى السؤال ديالنا اللي هو بين أن دالة تقبل دالة عكسية. إذا السؤال اللي غيكون مطروح شنو هو السؤال ديالنا؟ السؤال بين أن الدالة F تقبل دالة عكسية F موان Z، هذا هو الرمز ديالها، F موان Z معرفة على مجال G يتم تحديده. هذا هو السؤال ديالنا في الامتحان الوطني، بين انها تقبل دالة عكسية. وهذا السؤال غنسميه سؤال فقط يستنتج مما سبق، ان جميع الاجابات ديالو غادي تدخل في الاسئله السابقه اللي هي اتصال والرتابه فقط. الى عندنا هادو راه غادي نجاوبوا على الدالة العكسية. غير بالنسبه لهاد الدالة العكسية، اش هي العلاقه بينها وبين الدالة اف؟ ما هي العلاقه بين الدالة اف والدالة اف موان زام؟ دونك مثلا عندي العنصر اكس، بغيت نحسب الصورة باش نلقى إكراك، هاد العنصر باش نلقى إكراك. ألوغ من إكس إلى إكراك باش كنمشيو؟ كنمشيو بالدالة دالة إف. إذا الدالة إف هي باش نمشيو تعطينا الدالة تعطينا إكراك، يعني أن إف الإكس كتساوي إكراك. دابا أنا بغيت نقلب على الدالة اللي أونتيسيدون اللي عطاتنا إكراك، شكون هي؟ إذا خصني نرجع من إكراك إلى الدالة إكس، لاش؟ غادي نرجع من إكراك إلى إكس، باش كنرجع بالدالة العكسية. هذا باش نعرفو شنو هي العلاقة بين الدالة إف والدالة العكسية. ثم هادشي غنكتبوه يعني كتابة، ماذا يعني؟ عندي إف لإكس كتساوي إكراك لكل شنو؟ يعني ان العكس دابا اف موان زام لإكراك اش كتساوي اكس. غير المجال ديال هذا، المجال خاص يكون اكس ينتمي للمجال شنو؟ ينتمي للمجال مثلا المجال اي اللي هو قصور. هنا اش غيكون؟ خاص يكون هاد إكراك ينتمي للمجال اللي هو الصورة ديالو، اللي هو الصورة ديال المجال اي. إذا هذه فقط يعني العلاقة بين شنو، بين الدالة إف والدالة العكسية ديالها. إذا هذا فقط يعني كمنطلق ديال الدرس اللي ممكن نحتاجو في السؤال ديال من ديال الدالة العكسية. دابا بغيت نجاوب دابا على هذا، أش خاصنا باش نبينو أن دالة تقبل دالة عكسية؟ نحتاج خاصو هذه الدالة متصلة الأول كشرط أساسي اتصال، وأن هذه الدالة رتيبة قطعا. ما معنى رتيبة قطعا؟ إما غتكون تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. إذا ما هو الجواب ديالنا؟ يعني الحل أو الجواب أو الرد أو الحل على ديال السؤال، خاص أول منطلق خاص تكون هذيك الدالة اللي غندرسو اللي هي الدالة إف، خاص تكون إف دالة متصلة، والأول متصلة على من؟ على المجال اللي هو قصور، متصلة على المجال إي. متصلة على مجال إي، هذا من جهة. الشرط الثاني خاص تكون هذه الدالة كذلك خاص تكون رتيبة قطعا على هذا. الشرط الثاني والدالة إف، الدالة إف كذلك خاص تكون دالة تزايدية، ولكن كلمة قطعا ما تنساوهاش، قطعا لأن شرط أساسي على نفس المجال اللي هو المجال إي. دونك هاد العناصر جوج إذا كافية باش تكون هذه الدالة تقبل دالة عكسية. إذا السؤال ديالنا هو هذا، بين أن تقبل دالة عكسية،
إجابتنا شنو هي؟ هي خاصهم دالة متصلة ودالة رتيبة قطعا. استسمحنا وإف دالة رتيبة قطعا. إف دالة رتيبة رتيبة قطعا. رتيبة قطعا إما تزيد قطعا أو تناقصية قطعا. إذا رتيبة قطعا متصلة فهي تقبل دالة عكسية. إذا باش نكتبو كإجابة ديالنا، إذا إف إذا نستنتج إذا فالدالة إف تقبل دالة عكسية إف موازن معرفة على مجال جي، حيث هذا المجال اش كيساوي؟ حيث هذا المجال جي ماذا سيساوي؟ غادي يساوي الصورة ديال المجال. وهنا غادي نرجعو الى باش نقلبوا على هاد الصورة بلا ما نحسبوها بالصيغة اللي ولفنا في الدرس الاول. اذا يكفي فقط نستعملو جدول التغيرات، نستعمل جدول التغيرات. اذا هنا من خلال دالة يعني هام لتحديد المجال جي، كيفاش غنديرو؟ نشوفو جدول التغيرات من خلال جدول التغيرات. من خلال جدول التغيرات مثلا عندي دالة، مثلا أن هذه الدالة مثلا الدالة F أنها معرفة على المجال مثلا AB، شكرا لعلمك أن الصورة ديال C هي يدي مثلا، وأن لا ليميت أو بيان ليماج ديال A هي مثلا E، وهنا مثلا عندي خلطية F مثلا. إذا مثلا خدينا المجال AC مثلا، المجال أسي اشنو هي الصورة ديالو؟ الصورة ديالو هي دي او. علاش؟ لأن الدالة تناقصية. في المجال سي بي فيها الصورة هي دي اف. علاش؟ لأن الدالة تزايدية. إذا كانت تناقصية نقلبو الترتيب، إذا كانت تزايدية نخلي نفس الترتيب. إذا في هذه الحالة صورة المجال ناخذ كل حالة خاصة كمثال صور، نعتبر هادو كلهم صور ماشي نهايات. المجال مثلا ما هي صورة المجال أسي مثلا؟ هي شنو؟ دي أو. ثم صورة المجال اللي هو مثلا هاد المجال اللي هو سي بي، شنو هي هاد الصورة؟ هي دي إف. هذا قلبنا الترتيب حيت دالة تناقصية خلينا دي او، بينما هذا خلينا نفس الترتيب. علاش؟ حيت دالة تزايد خلينا دي اف. هذا وجه. اذا ناخذ مشتقة الدالة العكسية، وغنشوفوا واحد السؤال اللي هو مهم يطرح دائما، هو غادي يطلبوا منا احسب مشتقة شي عدد، مشتقة الدالة العكسية، احسب مشتقة الدالة العكسية لشي عدد. إذا هنا كاين سؤال بصفة عامة، السؤال ديالي واحد السؤال غنطرحوه بصفة عامة، أشنو هو هاد السؤال؟ أشنو هو؟ هو احسب ما يلي، احسب إف موان زان خيم ديال شي عدد اللي هو بي. سؤال بصفة عامة، احسب إف موان زان خيم دو بي. اشنو هو المرحله شي مرحله غندوز منها؟ نشوفوا شنو هي المرحله اللي غندوز منها باش نجاوبوا على هذا السؤال. اذا بصفه عامه، اذا اول ما خصني نعرف شنو هو نعلم ان اف موان زان خيم دو ا اش كتساوي؟ كتساوي واحد على اف خيم الصورة ديال اف موان زان ديال ا. ما غتفهموهاش، نشوفو دابا كيفاش غنفهمو هاد العلاقة هادي. إذا اف موان زان بخيم ديال ا غتساوي واحد على اف بخيم، يعني الصورة ديال اش؟ ديال شنو؟ ديال اف موان زان ديال ا. نشرحو كيفاش. إذا غنطرح هاد السؤال بصفة عامة،
اول عنصر غندير هو هذا اللي قلت هو هذا السؤال. اذا بغيت نجاوب على هذا السؤال هذا، اذا السؤال اللي بغيت هو احسب ما يلي. احسب اف موان زان بريم ديال بي، هذا هو السؤال ديالي بغيت نجاوب على هذا. الشيء المراحل اللي غندوز منها، المراحل هي اول عنصر خاص يكون عندنا شنو هو اول عنصر، خاص نقلب على العدد اللي الصوره ديالو كتساوي بي. ما هو العدد اللي الصوره ديالو كتساوي بي؟ مي غنجيبوه من جدول التغيرات، الا ما كاينش في جدول التغيرات نشوفوا كيفاش نقلبوا عليه. دونك اول عنصر هو تحديد العدد ا، بحيث شنو؟ بحيث ان سو اف لي ا كتساوي هذا العدد اف دو ا كتساوي بي، ولكن بشرط حيث ان هذا العدد ا راه ينتمي للمجال اي اللي هو قصور القصور، ما يكونش في مجال اخر، خاص يكون ينتمي في معرفات داله اف. الو باش نقلبوا على هذا ا، الا ما عندناش في جدول التغيرات كنحلوا هذه المعادله. مثلا يكون عندنا هنا اثنان، غنقولوا هنا حل المعادله اف لي ا كتساوي اثنان، او الاف لي اكس كتساوي اثنان، وذاك الحل اللي كينتمي لهذا المجال راه هو العدد اللي الصوره ديالو هي بي. دونك ملي سالينا لقينا ا، ها حنا لقينا ا، ايطاب تشاوي ايطاب ثاني. ثانيا غنمشيو للداله اللي هي المشتقه، هنا غنمشيو للداله اف ثم نحسب اف خيم ديال من ديال ا. يعني ملي غنلقاو هذا العدد اللي الصوره ديالو هي بي، غادي نمشيو للمشتقه نحسبوا الصوره ديالو، ولكن عند الشرط حيث هذا اهم كذلك، حيث ان اف خيم ديال ا خاص يكون يخالف زيرو كشرط اساسي. هذاك العدد اللي غنلقاو ملي غنحسبوا هذه الصوره خاص ما يساوي الزيرو، إذا سوى زيرو حنا راه غالطين بشي حاجه، اما السؤال كان غلط او حنا اللي حسبناه، ولكن اذا كان السؤال يعني تقترح وانتم اللي غلطتوا في الحساب. اذا الشرط الاساسي ان اف بريم ديال ا خاص يكون يخالف زيرو. الو ملي غنلقاو هاد الجوج هذا وهذا رانا جاوبت على السؤال ديالي. اذا الاستنتاج، اذا هاد الجواب اللي بغيت دابا، اذا نكتبوا لهم دونك اف موان زان بريم ديال من ديال بي ايغال ان سور اف بريم ديال من ديال ا، بحال راه كتساوي واحد على اف بريم ديال ا، ساشون كو اف دو ا ايغال بي، بحيث اف ل ا كتساوي بي، راه جاوبنا دابا. دونك مثلا لقينا هنا ملي حسبنا هذا لقينا كتساوي سي، مثلا لقينا هذا عطانا سي، اش غنديرو؟ غنبغى تساوي واحد شو واحد على واحد على سي بحال ونوقف، هذا هو الجواب ديالي. اذا نشوفو مثال نعتبر الدالة التالية، نعتبر الدالة اف معرفة على المجال زيرو بلوس انفيني بما يلي، عطاونا الدالة اجيس ايكال دوز اكس موان الين دو اكس. اذا السؤال الاول شنو هو؟ هو احسب اف بريم دو اكس لكل اكس ينتمي للمجال اللي هو زيرو بلوس انفين. ثم ثانيا السؤال الثاني، احسب اف ديال واحد ثم استنتج اف موان زان بريم ديال اثنان. هذا هو السؤال ديالي، بغيت دابا نجاوب على هذا السؤال. واحسب اف موان زان بريم دو بي، واحسب اف موان زان بريم دو، هذاك بي دابا هي اثنان. دونك راه غالبا واحد النسبة كبيرة كتكون واحد المساعدة صغيرة هنا، إلا كان السؤال يعني الصورة يعني صعيبة تلقاوها نتوما، غالبا كتكون الصورة قبل. دونك راه عطاكم ا، دونك إلا حسبنا دابا اف لي واحد غنلقاو جوج، دونك راه هذا عطاولينا هذا الشرط هذا الحل.
اذا الحل لنحسب المشتقة اف بريم دو اكس. اذا لكل اكس ينتمي المجال 0 بلس انفيني لدينا اف بريم اكس كتساوي ناخذ الداله كل بريم ديال 2 اكس موان ال ان دو اكس الكل بريم وغنشتقوا هذه الداله امبليك هاد بكيف ان اف بريم اكس ايكال مشتقة ديال جوج ديال 2 اكس هي جوج مشتقة إرينية واحدة لا واحدة لاكس ثم الوحيد المعقل سوغ سوغ اكس. هذه الدالة ديالنا وغادي ندرسو الإشارة ديالها ياك. إذا اللي تطلب منا تطلب فقط بأنها باغي فقط يعني حسب الفريم. السؤال الثاني لنحسب اف موان زان بخيم دو 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 ولكن طلبوا لنا هذا هو الاول هذا اذا لدينا لنحسب اولا اف دو ان لي بروبا احسب اف مو اف دو ان وستنتج بون غادي ناخذ اف لواحد ايكال وغنمشيو للداله غنعوض اكس اشنو في بواحد فهي دو فوا ان مو الين دو دو ان اذا هنا تساوي اثنان ناقص شحال الين ندير واحد شحال هي زيرو دونك غتساوي دابا غتساوي اثنان. ثم رد بال بان كاين ترابط بين هذا وهذا دونك غتلقاو بان العدد اللي غيطلبوا لكم هو هذا واحسب اف موازان بخيم دو دو. اذا غنطبقوا منه غنكتبوا لهم لدينا اف ديال واحد كتساوي اثنان اذا اف موازان بخيم ديال جوج اش غتساوي؟ غتساوي العلاقة ديال اللي تنطلب العلم ما هي كتساوي واحد على اف بخيم دو ا بحيث ا راه هي الصورة ديال هي بي. شكون هو العدد اللي عطانا اثنان هو واحد. إذا غنكتبو لهم تساوي واحد على اف بخيم ديال اش؟ اف بخيم ديال واحد إيكال لأن دابا غنجي نحسبو هادي فين؟ في المشتقة هاد الواحد هو عوض في المشتقة. دونك غنرجع نكتب شنو اذا لان اف ديال واحد اف بخيم ديال واحد تساوي حسبنا في المشتقة اذا غنعوضو هنا بواحد اذا اثنان فوا واحد هي اثنان هي واحد ياك اثنان فوا واحد هي اثنان اثنان ناقص واحد هي واحد اش يبقى لكم هي واحد على شنو واحد على واحد هي واحد غتساوي هنا اف ديال بخيم ديال واحد كتساوي واحد. الشرط دائما خص يكون يخالف زيرو ما يساوي زيرو يخالف قطعا زيرو دونك عوضنا هنا بواحد اثنان فوا واحد هي اثنان ناقص واحد هي واحد واحد على واحد هي واحد. اذا فين غنعوضو دابا نعوضو هنا اذا اش غتساوي هنا غتساوي واحد على واحد اللي هي واحد. دونك هادو هما الاسئله اللي رئيسيه في الداله العكسيه اللي عندكم في اطار مرجعي ديال الامتحان.